السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سلسلة محاضرات الابتدائيات الطفيلية الموجهة إلى طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد. حضراتكم، بعد أن تعلمنا في الدرس السابق كل من معنى كلمة التطفل ومعنى كلمة الطفيلي وأنواع الطفيليات type of parasite والمضائف وأنواع المضائف type of host، بالإضافة إلى بعض المصطلحات الخاصة بالطفيليات، وعرفنا أيضا أن البروتوزوا يمكن أن تقسم البروتوزوا يمكن أن تقسم إلى 4 مجاميع، وهي الساركوداينا والفلاجليتس والسبوروزوا والسيليتا. اليوم حناخذ المجموعة الأولى وهي الساركوداينا اللحميات في هذه المحاضرة. تحت شعبة اللحميات سب فايلم ساركوداينا، اللي هو محور درسنا لهذا اليوم، يمكن أن تقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي الباثوجينيك أمويبا، اللي هي الأميبا الممرضة والأميبات الممرضة الباثوجينيك أمويبا، مثالها الإنتاميبا هيستوليتيكا. والنون باثوجينيك أمويبا الأميبات غير الممرضة، اللي هي مثالها الإنتاميبا كولاي، إندوليمكس نانا، أيودومويبا بوتشولاي، وإنتاميبا جينجيفاليس ونايجليريا فاوليري. الأميبات سابقة الذكر التي ذكرت في السلايد السابق سندرسها من ناحية هل هي ممرضة أو غير ممرضة، كما أسلفنا pathogenic or non-pathogenic. وإذا كانت ممرضة ما هو اسم المرض disease؟ أوكي. وما هي الـ stages of its life cycle؟ ما هي المراحل التي يمر فيها هذا الابتدائي خلال دورة حياته life cycle؟ ما هي المظائف التي يعيش فيها هذا الكائن host؟ ما هي الـ infective stage؟ ما هو التطور المعدي؟ ما هو الـ symptoms؟ ما هي الأعراض في حالة إذا كان هذا الكائن يسبب مرضاً؟ ما هو التشخيص diagnosis لهذا المرض أو لهذا الكائن؟ كيف نشخص وجود هذا الكائن داخل جسم الإنسان أو داخل جسم المضيف؟ وما هو الـ diagnostic stage؟ ما هو الطور التشخيصي؟ وأخيراً أيضاً يجب أن نعرف شيء عن التريتمنت. إذن في كل هذه المصطلحات سوف نعرفها لكل كائن ابتدائي يدخل في مجموعة السبفايلم ساركوداين. قبل البدء بشرح الابتدائيات التابعة لمجموعة السبفايلم ساركوداين، أود أن أشير إلى ملاحظة أننا سنستخدم وحدة القياس في هذه المحاضرات مايكروميتر، وعلامتها إذا تلاحظون حضراتكم موجودة بين قوسين، هذه علامة المايكروميتر، وهي وحدة قياس الكائنات المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة وإنما تحت المجهر. الواحد مايكروميتر يساوي 0.0001 سنتيمتر. مثل ما تعرفون حضراتكم، قمنا بتقسيم الأميبات إلى باثوجينيك أميبا ونون باثوجينيك أميبا. الممرضة هي الباثوجينيك أميبا، هي مثالها الإنتاميبا هيستوليتيكا أو اسمها الآخر إنتامويبا دايزنتيريا أو إنداموبا هيستوليتيكا. بما ان احنا قلنا انه هي pathogenic amoeba، فاذا هي تسبب مرض. ما هو المرض الذي يتسبب عن الانتاميبا هيستوليتيكا؟ المرض الذي يتسبب عن الانتاميبا هيستوليتيكا هو داء الاميبات amoebiasis او الامويبك ديزنتري الزحار الاميبي او الاميبك ابسس اوف ليفر الخراج الاميبي للكبد. اوكي، هذا بالنسبة الى اسم المرض.
التوزيع الجغرافي geographical distribution يكون التوزيع الجغرافي لهذا الطفيلي عالمي الانتشار cosmopolitan. cosmopolitan تعني عالمي الانتشار، يعني يوجد تقريبا في معظم دول العالم. معدل حدوثه its incidence is higher and is more severe in tropical and subtropical countries. معدل حدوثه أعلى وأكثر حدة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية. لماذا؟ لأن معدل الصرف، معدل النظافة والتعقيم والتطهير يعني يكون غير جيد، والصرف الصحي فيها يكون رديء، لذلك يمكن أن تنتشر فيها مثل هذه الأمراض وخصوصا الأمويبيك ديزنتري. مورفولوجي. Entamoeba histolytica usually found in three stages. هذا الطفيلي الانتاميبا هيستوليتيكا عادة ما يكون موجود في أو بثلاثة مراحل، بثلاثة أشكال، three stages. أولا تروفوزويد الطور المختدي. اثنين بريسيست الطور ما قبل الطور المتكيس. ثالثا سيست الطور المتكيس. نبدأ بالطور المختدي التروفوزويد. يتراوح حجم التروفوزويد الطور المختدي من 8 إلى 65 مايكرومتر. الأفرج بمتوسط حجم average of size 12 إلى 25 مايكرومتر. يظهر التروفوزويد حركة سريعة. التروفوزويد exhibit rapid حركة سريعة rapid unidirectional أحادية الاتجاه وحركة متقدمة تقدمية متسارعة progressive movement. كيف تحدث هذه الحركة؟ إذن هو طور متحرك غير ساكن. تحدث هذه الحركة، حركة التروفوزويد بمساعدة الأقدام الأصبعية الكاذبة التي يمتلكها هذا الطور. إذن هذا الطور هو طور متحرك وغير ساكن، والحركة ما توصفناها قبل قليل هي حركة rapid unidirectional progressive movement achieved with the help of finger-like hyaline pseudopods. تحدث بمساعدة الأقدام الكاذبة الأصبعية الشكل. تميز التروفوزويد للإنتاميبا هيستوليتيكا بأن لها نواة مفردة بقطر يتراوح من خمس إلى ثلث حجم الخلية، يعني تشغل خمس إلى ثلث حجم الخلية. single nucleus with a diameter of 1/5 to 1/3. تشغل خمس إلى ثلث حجم الخلية. يتميز أيضا بأنها تحتوي على كاريوسوم صغير ومضغوط وموقع وذو موقع مركزي وكروماتين مرتب بالتساوي على الغشاء النووي. يمتاز بأنه characterized by a small compact centrally located karyosome and an evenly arranged chromatin on their nuclear membrane. هذه الصفات أعزائي الطلبة من الصفات الجدا مهمة التي يجب أن نتعرف عليها، لأنها تمكننا من تشخيص التروفوزويد لل انتاميبا هيستوليتيكا بحيث نستطيع أن نميزها عن الأنواع الأخرى التي سترد في هذه المحاضرة. لذلك يجب أن نعرف ما هذه الصفات وبالتفصيل. هذا البريفيرال كروماتين، يعني ما أقصد به هو الكروماتين المحيطي، يكون توزيعه متساوي حول النواة في دائرة مثالية. is typically fine and evenly distributed around the nucleus in a perfect circle. Okay. تحوي التروفوزويد للإنتاميبا هيستوليتيكا على سيتوبلازم حبيبي دقيق. The إنتاميبا هيستوليتيكا تروفوزويد contains a finely granular cytoplasm والذي غالبا ما يشار إليه على أنه يحتوي على زجاج مطحون في المظهر which is often referred to as having a ground glass in appearance. هذه كلها من الصفات المهمة التي تساعدنا في تشخيص التروفوزويد للإنتاميبا هيستوليتيكا وتساعدنا في أن نميزه عن باقي الأنواع التي سترد في هذه المحاضرة.
حتلاحظون حضراتكم ايضا في الرسم هنا حتلاحظون ingested RBC red blood cells في السيتوبلازم للتروفوزويد اوف انتاميبا هيستوليتيك. طبعا هذه ال RBCs تعتبر في السيتوبلازم تعتبر من الصفات التشخيصية المهمة جدا للانتاميبا هيستوليتيك تروفوزويد اوف انتاميبا هيستوليتيك. consider or consider diagnostic feature of intamoeba histolytica. لماذا تعتبر من الصفات التشخيصية؟ لأن intamoeba histolytica هي الأميبا المعوية الوحيدة التي تظهر قدرة على تحليل الأنسجة. Because intamoeba histolytica is the only intestinal amoeba that exhibit tissue lysis ability. Okay. إذن لماذا RBCs تعتبر وجودها يعتبر من الصفات التشخيصية المهمة للتروفوزويد اوف انتاميبا هيستوليتيكا؟ وذلك لأنها الأميبا المعوية الوحيدة التي تظهر قدرة على تحليل الأنسجة. كما يمكن ملاحظة أيضا بكتيريا وييست وغيرها من الدبرايز وغيرها من الدقائق في السيتوبلازم. فإن التسمية جاءت انتاميبا هيستوليتيكا جاءت من قابليتها على قدرتها على تحليل الأنسجة. هيستو يعني مثل ما تعرفون حضراتكم هو نسيج. هيستو نسيج. هيستولوجي هيستو نسيج. أما لايتيك فهو يعني قابليتها على أن تستطيع أن تحلل الأنسجة، لها القدرة على تحليل الأنسجة. اسمها بالعربي انتاميبا هيستوليتيكا هي الأميبا الحالة للنسيج، وذلك لأنها تمتلك قدرة exhibit tissue lysis ability ولأنها قدرة على تحليل الأنسجة. واضح؟ الطول المختدي التروفوزويد. التروفوزويد في بعض الأحيان يمكن أن يظل في تجويف الأمعاء لسنوات دون أن يتسبب في أي ضرر للهوست الذي يبقى فيه. تروفوزويد can sometimes remain in the intestinal lumen for years without causing any damage. في هذه الحالة هذا يكون المرضى الذين لا تظهر عليه أعراض المرض يعني asymptomatic. Patient who are asymptomatic. Patient who are asymptomatic. Asymptomatics يعني لا تظهر عليه أعراض، لا تظهر عليهم أعراض، asymptomatic. هم يعتبرون حاملين للمرض، يمكن أن يعتبرون carriers، ويمكن أن يقومون بنقل الكائنات الممرضة إلى مضائف أخرى، إلى آخرين. يعني بين قوسين يمكن أن يكونوا مصدرا للعدوى. اوكي يمكن لهذه الحالة يمكن لا تظهر عليهم اعراض ولكنهم شنو asymptomatics ولكن يمكن ان ينقلوا المرض يكونون مصدر العدوى source of infection. التروفوزويد هذا لا يوجد التروفوزويد عادة في الفيسز في الفيراز لا يوجد عادة ولكن في ظروف معينة في ظل ظروف معينة أو في خلينا نقول في ظل الظروف المناسبة في ظل الظروف المناسبة under right condition هذا التروفوزويد قد يوجد أو ينتشر مع الليكويد أو سيمي ليكويد ستول مع البراز السائل أو شبه السائل. البريسيست طور البريسيست هذا الطور طور ما قبل التكيس أو البريسيست يمتاز بأنه أصغر من التروفوزويد smaller than the trophozoid ولكنه أكبر من الطور المتكيس but are larger than the cyst. ويمتاز أيضا هذا الطور بأنه يفتقر إلى cystic wall ليس له جدار cystic wall. cystic wall فيه غير موجود. كل من الديفيوزي جلايكوجين ماس والسيتوبلازميك اريا التي تمتاز بأنها بدون حدود واضحة والتي يعتقد بأنها تمثل الطعام المخزون تكون موجودة ومرئية في اليونج سيست. تكون مرئية وواضحة في اليونج سيست. الطور الثالث هو طور السيست.
أو الطول المتكيس، يحدث التكيس الانسيستيشن في تجويف الأمعاء. أين يحدث الانسيستيشن؟ يحدث الانسيستيشن في تجويف الأمعاء. ماذا يحدث أثناء هذه العملية؟ يحدث أثناء هذه العملية تركيز للمادة الكروماتينية. الكروماتيك ماتيريال is concentrated، وتتحول هذه المادة الكروماتينية إلى قضبان سميكة، إلى قضبان سميكة، إلى thick bars or rods. تسمى هذه القضبان بالكروماتيك أو كروماتويد بارز، تسمى are called كروماتويد بارز، والتي تمتاز بأنها ذات نهايات مستديرة في السيتوبلازم للكيس والذي يحتوي على مواد الRNA. بالنسبة إلى الكتلة الجلايكوجينية، جلايكوجين ماس تكون تختفي is disappeared. قبل أن يمر البراز أو بعد ذلك بوقت قصير، either before the stool is passed or soon thereafter، ماذا يحدث؟ تنقسم نواة الكيس إلى اثنتين. The nucleus of the cyst is divides into two. سوف تنقسم إلى نواتين، إلى اثنين. Okay. ماذا يحدث بعد ذلك؟ Then بعد ذلك each of the two daughter nuclei divides once again. كل واحدة من هاتين النواتين، كل واحدة من هاتين النواتين البنويتين، okay, daughter nuclei ستنقسم مرة ثانية، وبالتالي فإن المحصلة النهائية لأعداد الأنوية في الكيس سيكون في الكيس الناضج ستكون 4. So the mature cyst typically contains 4 nuclei. ستكون الكيس الناضج الكيس الناضج في نهاية المطاف سيكون حاوي على 4 أنوية. ويبدو أنه من الواضح أن الظروف اللاهوائية الأنايروبيك كونديشن ووجود بعض أنواع البكتيريا أند بكتيريا هي ضرورية لعملية الناتشرال اكزيستيشن التي تحدث، عملية الخروج من الكيس في الانتستاين في الأمعاء. النقطة الثانية التي يجب أن توضع يعني بعين الاعتبار أنه الكيس السيست الغير ناضج الاماتشور سيست لا يمكن أن تخضع إلى الاكزيستيشن، لا تخضع إلى عملية الاكزيستيشن. النقطة الأخرى أيضا أنه الماتشور انفكتيف ستيج هو عبارة عن كيس يحتوي على 4 أنوية، يعني كوادري نيوكليتيد سيست، يعني بين قوسين حاوي على 4 أنوية. يبقى السيتوبلازم حاوي على حبيبات، ومع وجود كريات الدم الحمراء RBCs والبكتيريا والخمائر اليست، ولكن ليس هنالك دقائق أخرى، لا توجد أي deprise are present. أوكي. المكان الذي تفضله الانتمي بهستوليتيكا في الانتستينال هابيتات، يعني خلينا نقول الموطن المعوي لها للانتمي بهستوليتيكا، هو اللارج انتستين. اللارج انتستين يعني الأمعاء الغليظة، وخاصة the wall of the colon in the cecal and sigmoid rectal region، الواضحة في هذه الصورة التي أمامكم، والمؤشرة sigmoid colon والrectum والcecum. في المضيف in susceptible host، في المضيف الحساس، في المضيف susceptible host، ماذا يحدث؟ يحدث أن الانتمي بهستوليتيكا تقوم بامتصاص المواد الغذائية من الأنسجة المذابة بواسطة أنزيماتها المحللة للخلايا، ومن المواد التي يتم تصنيعها جزئيا بواسطة المضيف أو البكتيريا المعوية. يعني
بما انه انت مو بهستوليتيكا، احنا اتفقنا انه الهستوليتيكا اسمها اصلا جاء كونها هي من الاميبات المحلل للنسيج، لان لها انزيمات تحلل النسيج، فانها تستطيع ان تاخذ الغذاء من بواسطه الانسجه المذابه التي تذيبها بواسطه السيتوليتيك انزيمز التي تمتلكها، اوكي، او بواسطه الاغذيه او بواسطه الجزيئات التي يتم تصنيعها من قبل المضيف والبكتيريا المعويه، اوكي، كما انها لها القابليه على انه تسوي انجستشن، it is also ingests، يعني تقوم بتناول كريات الدم الحمراء ال RBCs والهيموغلوبين والبيليروبين. دوره حياه الانتاميبا هيستوليتيكا. في بادئ الأمر يجب أن نعرف ما هو المضيف الرئيسي لهذا الطفيلي. المضيف الرئيسي لهذا الطفيلي هو الإنسان. Man is the principal host and the source of infection. هو المضيف الرئيسي ومصدر العدوى. أول شيء في دورة الحياة لازم نعرفه أنه البروبورشن أو أنه مجموعة أو خلينا نقول نسبة معينة certain proportion of amoeba من الأميبات من الشكل الأميبي اللي موجودة في جدار الأمعاء، أوكي، تمر إلى تجويف الأمعاء الغليظة، تذهب إلى lumen of large intestine، هنالك تصبح شبه كروية، تصبح become subspherical، ومن ثم تفرز جدارا كيسيا رقيقا حولها. الأكياس الناضجة أو السيست الناضجة اللي هي الماتشور سيست التي تخرج عن طريق البراز بعد تكيسها تعتبر هي المرحلة المعدية. أوكي، في الماتشور سيست is the infective stage. ماتشور سيست is the infective stage. فهذه حضراتكم إذا تشوفون هنا الماتشور سيست هي التي تكون مؤشرة باللون الأحمر، هي التي تكون محاطة بالدائرة الحمراء، هذا هو الماتشور سيست والتي خرجت مع براز الشخص المصاب. عندما الشخص يعني يتغوط في مكان غير مناسب يمكن لهذه في البيئة يعني في العراء يمكن لهذه الماتشور سيست أن تلوث الخضروات أو تلوث المياه، وعندما يجي الشخص يتناول الغذاء الملوث بهذه الأطعمة في حالة أنه خضروات لم يغسلها جيدا أو يشرب ماء غير صالح للشرب يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق contaminated food or water الملوثة بمن؟ ملوثة بالماتشور سيست. يبتلع الماتشور سيست من قبل المضيف الجديد upon ingestion by new host. هنا حضراتكم تشوفون الماتشور سيست المؤشر عليه بالسهم الأزرق، أوكي، يعاني السيست بعد ابتلاعه من الإكزستيشن، يعني يعاني من عملية الخروج من الكيس، يخرج من الكيس تحت تأثير العصارات الهضمية. اوكي، هنا ماذا يحدث؟ The elaborated foreign nucleated metacystic amoeba، الأميبا التي خرجت من الكيس تسمى بالfore nucleated metacystic amoeba لأنها تحتوي على عدة أنواع عددها 4. هذه الميتاسيستيك أميبا سرعان ما تنقسم، يعني النواة تنقسم والسيتوبلازم ديفايز انتو 8 سمول تروفوزايت، تنقسم وتكون 8 تروفوزايت أطوار مختلية صغيرة. سرعان ما تذهب هذه التروفوزايت إلى هي طبعا تكون غير ناضجة إذا سمول إماتشور أمويبا أو تروفوزايت، سرعان ما تذهب إلى الأسفل باتجاه الأمعاء الغليظة. طبعا وغالبا ما يكون هنالك ركود معوي في منطقة السيكل ريجين للقولون، اوكي، هذا يسموه الانتستينال ستاسيز. هذا الانتستينال ستاسيز
غالبا ما يمكن الأميبات من أنه يؤسسون موقعا جيدا للإصابة في هذه المنطقة، في منطقة السيكل ريجين of the colon، أوكي؟ والذي يمكن اعتباره موقع تتوطن فيه هذه الطفيليات، هذه الأميبات. طبعا الأميبات لها القابلية على أنه تسوي invasion، يعني invade the intestinal mucosa، لها قابلية على اختراق، على غزو الغشاء المخاطي المعوي intestinal mucosa. كيف لها القابلية أن تغزو أو تخترق هذه الأميبات الغشاء المخاطي المعوي؟ تخترق هذه الأميبات الغشاء المخاطي المعوي عن طريق عمل أنزيماتها الخلوية وحركة الأميبات، يعني لها القابلية على invade the intestinal mucosa by the action of the cytolytic enzymes and amoeboid movement، وحركة الأميبات. طبعا في بعض الحالات أو في حالات معينة، في حالات قليلة، تبقى العدوى سطحية، the infection remain superficial، يعني تبقى العدوى سطحية، تبقى الإصابة سطحية superficial. وفي حالات أخرى تغزو هذه الكائنات الأميبات حتى تغزو المسكولاريس ميوكوزا، يعني طبقة الأنسجة الغشاء المخاطي العضلي، وربما تصل حتى إلى المسكولار تيشو، إلى الأنسجة العضلية لجدار الأمعاء. وهذا طبعا لا تحدث إلا في مراحل متقدمة. عندما تصل إلى جدار الأمعاء from the intestinal wall the amoeba may spread to secondary sites throughout the body، يمكن أن تنتشر الأميبات إلى مواقع ثانوية أخرى في جسم الإنسان، في الجسم، في جسم المضيء، أوكي؟ وهذه حالة متقدمة من الإصابة، يعني الإصابات أما أن تكون سطحية superficial أو أنها تكون invasive، يعني أنها تغزو وتخترق كل الطبقات الغشاء المخاطي العضلي والأنسجة العضلية لجدار الأمعاء، ومنها تنتقل إلى المواقع الثانوية في جسم المضيف. الإمراضية والأعراض. طبعا الإمراضية والأعراض يمكن أن تختلف، يعني شدتها وحدتها من شخص إلى آخر أو حسب طبيعة الإصابة. أولا عندنا البرايمري ليجن. البرايمري ليجن، البرايمري ليجن هي القرحة. برايمري ليجن is ulcer، هي إنه يصير قرحة وين؟ في جدار الأمعاء الغليظة. عندما شنو؟ عندما تغزو هذه الطفيليات جدار الأمعاء الغليظة وتدخل إلى يعني الطبقات المخاطية، فتؤدي إلى حدوث قرحة. هذه القرحة يكون على شكل فلاسك شيبت، كما هو ظاهر في الصورة المجاورة، فلاسك شيب، يعني تشبه الفلاسك. طبعا هذه الإصابة بالأميبات، بأميبا الزحار، بالإنتاميبا هستوليتيكا، يمكن أن يكون لها مضاعفات complications، يمكن لها أن تكون لها مضاعفات complications، ومن هذه المضاعفات هي الأمويبك جرانيلوما، اللي هو الورم الحبيبي الأميبي، أو ما يسمى بالورم الأميبي أمويبوما. زين. اثنين عندنا التهاب الزائدة الدودية appendicitis. الappendicitis وهو التهاب الزائدة الدودية الناتج عن الإصابة بانتاميبا هستوليتيكا. وأخيرا عندنا هو التثقب المعوي intestinal perforation. كل هذه الأشياء اللي ذكرناها هي عبارة عن مضاعفات ناتجة عن الإصابة الشديدة بالانتاميبا هستوليتيكا. secondary lesions هذه secondary lesions تحدث نتيجة انتشار التروفوزويد إلى أعضاء خارج الأمعاء، هي مو بالبداية تصيب الأمعاء، فإذا احترقت التروفوزويد إذا تذكرون حضراتكم قلنا التروفوزويد يمكن تخترق الميوكوزا والسبميوكوزا والطبقة الغشاء المخاطي العضلي وحتى العضلات، ومنه يمكن أن تنتشر إلى باقي الجسم.
فإذا ذهبت وانتشرت إلى خارج الأمعاء extra intestinal organs مثل الليفر اللي هو أكثر الأعضاء إصابة بالسكندري ليجين، يسبب ما يسمى بالهيباتيك أموبياسيس في حالة إذا أصاب الكبد، ويمكن أن يصيب الرئة وبالتالي يسبب ما يسمى بالبولموناري أموبياسيس، ويمكن أن يصيب الدماغ يسبب عندئذ يسمى بالسيريبرال أموبياسيس، ويمكن حتى أن يصيب الجلد ويسمى عندئذ بالكوتينيوس أموبياسيس، ويمكن أيضا أن يصيب الخراج الطحال ويسمى عندئذ السبلينيك أبسيس. أوكي، بصراحة هذه الصورة اللي أمامكم هي تمثل أكثر المناطق التي ينتشر فيها ما يسمى بالسكندري ليجن أوف إنتاميبا هيستوليتيك، وهي السكندري ليجنز. واضح؟ الأعراض، أهم الأعراض هي الدائرية والزحار، وهو البراز الذي يحتوي على الدم والمخاط وبقايا الغشاء المخاطي. Stool containing blood, mucus and shreds of necrotic mucosa. تحدث أيضا acute abdominal pain، يعني شنو؟ يعني يصير عندنا آلام البطن الحادة، آلام حادة في البطن، وحمى fever. أما بالنسبة إلى داء الأميبات المزمن فتحدث فيه هجمات متكررة من الزحار recurrent attack of dysentery، ويحدث فيه آلام في البطن بالإضافة إلى تضخم الكبد وفقدان الهيباتوميجالي وفقدان الوزن إلى حد الهزال، إلى حد أنه واحد يصير هزيل، فقدان الوزن والهزال. ما يحدث من أعراض في عند الإصابة بالإنتاميبا هيستوليتيكا والتي ذكرت من احتواء البراز على الدم والمخاط وبقايا الغشاء المخاطي، هذا يحدث نتيجة قابلية الإنتاميبا هيستوليتيكا على اختراق النسيج واختراق الطبقة المخاطية، فذلك يخرج كل من الدم والمخاط وبقايا الغشاء المخاطي مع البراز. أما بالنسبة إلى فقدان الوزن فهو يحدث نتيجة فقدان الكثير من السوائل بالإضافة إلى فقدان الشهية، فلذلك يحدث فقدان في الوزن. التشخيص Diagnosis والتريتمنت العلاج. التشخيص يتم عن طريق الميكروسكوبيك ستور إكزامينيشن، يتم عن طريق الفحص المجهري للبراز من أجل التحري عن التروفوزويد أند سيست، من أجل التحري عن الطور المختدي والأطوار المتكيسة. إذا كل من التروفوزويد أند سيست هي تعتبر ماذا؟ تعتبر diagnostic stages، تعتبر أطوار تشخيصية، يعني نستطيع أن نستخدمها أو نتحرى عنها من أجل معرفة الإصابة بالمرض. طبعا في بعض الأحيان يمكن أن نستخدم الأمويبك سيرولوجي، يعني بعض السيرولوجيكال تيست، ويمكن أيضا أن نستخدم الأبسز أسبيريشن. الأسبيريشن هو عبارة عن إجراء طبي يزيل شيئا من منطقة من مناطق الجسم، أما أن تكون هذه المادة مثلا هواء من الجسم أو سوائل الجسم أو شظايا العظام، فإحنا عندما نأخذ الأسبيريشن من منطقة الأبسس ونفحصها بالسكندري ليجنز يمكن ونتحرى عن وجود الطفيلي، هاي تعتبر تسمى بالأبسس أسبيريشن. بالنسبة للعلاج، بالنسبة للإنفايزيف ستيت في الحالة التي يحدث فيها غزو الديزنتري والليفر أبسيز نستخدم علاج الميترونيدازول. أما بالنسبة للكارير ستيت عندما لا تظهر هذه الأعراض فنستخدم علاج البارومايسين، نستخدم علاج البارومايسين. الجدير بالذكر ان هنالك نوعين اخرين من الانتاميبا، there are two other species of انتاميبا، والتي عاده ما تكون غير ممرضه غير مسبب الامراض non pathogenic، ولكنها morphologically identical to انتاميبا هيستوليتيك، ولكنها متطابقه ومشابهه الى انتاميبا هيستوليتيك الى حد كبير.
وهذا النوعين هذين النوعين هما انتمي بهارتماني وانتمي بالديسبير. عندما تكون عندما يصاب الهوست بالانتمي بهارتماني او الديسبير فهي غير ممرضة وليس ولا يمكن لها ان تسبب اي حالة مرضية او حتى لها اعراض معينة، فهي اسيمتوماتيك اوكي لانها نون باثوجينيك. طبعا هذين النوعين اذا جينا فحصناهم تحت المجهر لا يحتويان على كريات الدم الحمراء في الترومبوسايت، وهي واحده من الصفات التي يمكن ان نميز، ولكنه من الصعب ان نميز او بالحقيقه من المستحيل impossible to differentiate between the three species المقصود هي الانتمي بهستوليتيكا وهارتماني وديسبير. فلذلك في بعض الاحيان حتى نميز بين هذه الانواع يجب ان نلجا الى شنو؟ نلجا الى الحامض النووي الدي ان اي. الدي ان اي يمكن ان يقطع الشك باليقين لان كل منهما له تسلسل قواعد نيتروجينية يختلف عن الآخر، وبالتالي نستطيع أن نستخدم تقنيات الـ DNA based technique المعتمدة على الـ DNA وأيضا تقنيات الترحيل الكهربائي هنا من أجل أن نميز بين هذه الأنواع الثلاثة.